أكد سعادة السيد غانم بن فضل البوعنين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حرص الحكومة على تعزيز آليات التعاون مع السلطة التشريعية ومواصلة التنسيق المشترك من منطلق الشراكة بين السلطتين التي حققت عدة منجزات لصالح الوطن والمواطن. توجيه جلالة الملك دائما للسلطة التنفيذية بإبداء أقصى تعاون ممكن مع السلطة التشريعية، رغم أن الدستور قد نص على ذلك، ولكن جلالة الملك دائما حريص على توجيه السلطة التنفيذية بإبداء أقصى درجات التعاون، والحمد لله هذا ما دأبنا عليه كما قلت منذ الفصل التشريعي الأول إلى هذا الفصل، الفصل الخامس. والحمد لله يعني هذا اجتماعاتنا اليوم على سبيل المثال هذه تأكيدا للتعاون، تأكيدا لاستمزاج الآراء قبل أن تتقدم الحكومة بأي مشروع قانون، أن تجتمع مع المجلسين سواء كان اجتماع واحد موحد أو اجتماعين منفصلين. وبالنظر إلى ما تشهده البحرين من إنجازات طيبة وبحماسة وطنية عالية لأبنائها وبناتها الكرام، فإن ذلك يجعلنا فخورين بوطننا العزيز ومواطنيه الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والبذل لصالح الوطن، وأننا على قناعة تامة بأن منعة الدول بهذا النوع من التلاحم لهو خير سبيل لصد المقرضين، وهو ما مكننا ولله الحمد من الوصول إلى ما نحن فيه من خير وتقدم واحترام عالمي.